مش هكا ما تعرف لها برده ما تعرف حرام ما تعرف نزل اسابي زين انزل قطعت قطعت هاي صافي يلا عزل صافي عفوك شيء هذه قاصحة هذه قاصحة والو بغيت تزيد هضرب على هذيك ضرب الجرافة سامي سامي خلي هذه قريبة هذه قاصحة الحمد لله شكرا يا رب تشتي الغبرة الحساسية وي عادي راه عادي تما انا ما وصل تما نشطو وصلني بعد هذا القريب هاكا صبي مازال مالا هاكا زيد زيد ايوا صافي صافي ضرب على هذا ضرب على ديك الجهة هذه سامي ضرب ديك الجهة ها خليت الكرسي في السطح ايوا لا هو كجبته سامي بصح مازال اطلعي وا شويه شوف لي يطلع خوت مازال ما سمنا شيء الدروج ويطلع يطلع على نصطا خلى الكرسي هادي 3 ايام ولا كثر واش شفش عليه واش عليه ها هو ديال بلاستيك دغيا ها شوف راه حشومه عليك يا ولدي الضيع يلا هبطوا شكون هبطوا له هذا خيلو وعال خيلو عال خيلو اذا كان مازال مزيان راه شويه هذاك الشيء راه ما انزلو صاحبي ارميلو بعدا هود انت هاكي لا هود انت وعاد مدو يلا يلا زيد الدكة زيد يلا خدراني شو شوف الصروال ديالك كيف رجعت ايش كيف رجع بس طابع لي طابع لي عاص طابع لي يا بيت هرس يا وعاص طابع لي في كرسي هكا ولكن شو مزيان انا من على التصوير لا زمان يلا وهون معاه هود معاه هود ما نوريك شي خليها الناس اختي كبروا ما بغاش يبانوا معانا هاي 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 خلي اختي تزيدي زيان وعنوريكم شي نهار سامي ان شاء الله تبارك الله وصلح النبي سامي كبير صلح النبي ياه زين زين اطلق زين قطعنا جا صعب والله انا ما نوريك شي صعب قلت ما نوريك شي تعال بغيت تبان انت ان شاء الله وعن نوريه ان شاء الله تيكون كبير تال في العرس ديالو ان شاء الله دابا نبين لك سامي يا سامي تال العرس ديالو ان شاء الله ونوري تا مدامتو يا الله خوتي صبنوا يلا هانتوما تشوفوا عندي هنا انا ديالها سدتها لان الدعالي سلام سيف احلوها غنجيبوها محلوله ايوا خلاص صافي دابا مقي بزاف الغبره كلها عليها ما شفتكش البارح انا من غسلت الكبير حتى دابا ماشي بارح في الصباح الصباح وانا كنت ناعسه صور واش رجعت كنت نصور قال لي هذا بغيت نصور الجو طبيعه طبيعه عربيه هاتي تشوفها اختي عندي هنا خضرات متوكينة هذه في الصيف شو كيف طاحة كان الحرارة يابسة هذه تبارك الله ضد عمر الحمد لله هذه شحال ما جابت هذيك اللي قرينا فيها شي جدا هذيك بزاف راه كاين هنا الدار حمارة كاينين كاينين قلت لك انا شفت امبارح مسطح فيها تبارك الله وخلاص حنا عندنا جو جميل هنا يلا هانتوما تشوفوا خوتي انا ما نسيب لا سميتو لا تيلا جا فيه لا حتى حاجه
ميك صافي نديرو الماء باش يبان كاين شوف كيف اللون اللي تفتح شوية هذا الشمس لا هذا كان مغطي عليه الشمس أو العكس لا لا العكس اللي كان مغطي كيكون مغلق واللي كيكون حيت سطل صافي سير واحد جوج ثلاثة ما موسخش بزاف هادي هادو لا
فين هما القطيبطات؟ مشاو بلا شافوني السياق مشاو تشوفوها السياق البريصه شوف 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 حطو هنا خلاص هادي واش ليدام ولا تا شوف جدو ولا جدو شي ليدا اسكو شوكولا كولا يمكن كولا ديال كنت حكت هذاك النهار انا كنت حكت هذاك النهار واش مبغيتش هاي هذه ديال زعما واش تبغي نبدا صافا كاين دابا نشطبو هاد الدنيا نقيوها ونرشو هادشي نشوفو من سفرنا شوفي غير هاد الجزء وهاد الجزء اللي مسخ باقي الفرق غير هذاك اللي نقصو هذا دابا اللي مسخ هادي الحملة الوردة تبدا ويفسو هناك عندي مشمشة هادي اللي اجا نصر هادي كان مشمشة هادي لانك غطي لي على صرع جمد وشكل كبير بزاف وهادي حمضة هادي تشوف كل واحد شوف
حمضة صغيرة. حمضة. وهنا هنا هذه التوسة ما فوقش ما تقدر التوسة. شو شو هالحمضة؟ شتي؟ مع الحرارة يبيس. شو هذا اللي بغى يلقح شو؟ إيه صغير ولين شو هذي؟ شتي؟ وهي هاي الصغيرة وهي هكا. لا هذه لا زالت. زالت لا تصطخ. شخوتي ها ها. هم شوف. ها شو شو. كيف يبسط هالحرارة؟ الله يرحمنا برحمة الواسعة. بنور حسن ما هو شفتهم هذا شتي طبيعي لان هاد الشجره خوتي شي لقح شي كبير شي على ضوء العين ما يستلاش من الحامض وهنا هادي توته هادي توته وخلاص هادي كرموسه وهنا مشيه الداليا من هنا هكا مشيه الداليا ما صورتش معكم العين ديالها هذا العين جابت العين ولكن اخوتي انا ملي جيت وانا عالدار وهذا ما ساليتش اهلا هذه الكينا هذه ها هذيك شناهي الشجره ديال لويزا بصح كاس كتعطينا الريحه الشجره هذه اللي ما عندهاش لا الورق لا حتى حاجه هذه تفاحه وفوقها تكون حتى الوقت حتى الان مازال وهنا هذه وغدا هذه السلام ها هي حتى هذا غدا هذه السلام تملي شو قرب شوفي ها شتي وقفه سهل من فيك بميزان عقل رفا كانت لافوكا رفا كانت لافوكا لافوكا هذا مسيبه هكا عندها غير شي حاجه يمكن هذه مسيمه فكيف هاي دخلة؟ ما جيت شغلت كان من هنا. تا ما جيت طلع. ميزة تا. بس وما بصرف خاوي ما بلاصة كان ده. ما مرة بعد. ما قد. ما كدر علينا هنا. راه لخ حدا الباب. ما كان وقت الصوري. صورنا معه. هذا زعما باش نمشي خابشوها لان الدجاج الا بقاو يمشيو لواحد البلاصه يضيعوها مابقاش تجي صح هذا غير كيك كان نمشي الدجاج يجيو هنا ياكلوا ديك الشيء صراحه خضريه ولكن هما يضيعوا خلوش الدجاج
ماشي اللي كاينه الدويره ديالنا وري الدار وريني الدار ديالنا مع الدار ديال دودا ولا هكا كامله. دارنا لا ماشي بابا ماشي بابا كيدوي هرب 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 ضحك مبوطة تجي وقت عاوتاني يلا سيروا شربوا ماشي حاجة اسمعني هربوا خطيطر احنا سالينا الجريده ديالنا دابا نسد المكينه ديالي تاع نفس الدراري نجبروا الماء الدراري بسلامتهم فوقو خلاوه صافي نحاول انتما تشوفوا الجرده كيف رجعات هي ايوا صافي هاد البوطه هنا نخليوها لحمد باش يشوفها باش نقول له بلا ما نقول له عاد باينه نجيبها هنا عرف دابا سير عمره ماشي كيشوف تو ديالو كيطلع لينا طلعنا الجنيب ايوا صافي انا دابا نشوف هاد الدنيا هادشي شف غنطلعو دابا ان شاء الله نسيبوه وهانتوما معايا كما تشوف اخوتي غطيت على الدروج لان مازال ما كملناهمش ان شاء الله يا ربي على ما يسهل الله خفنا نشتد الجهد وداك الشيء صايبنا بعدا غطينا الى عاد حطوط ماشي زعما غنتقلينا ليه ايوا صافي هذه هي هنا هذيك المجرده ديالنا بعد ما تسيبات ان شاء الله الله يرحمنا يا ربي صيفت صيفت فيها حتى حاجه تنقات تنقات وديها شو الدنيا كي نقيه شو الجو هكا مره يطب مره شوف انت ديك البليصه هذيك راه سبحان الله شوف كدا الديكور هذا الساحه نحن في سويسرا نحن في سويسرا راه جبل داش هذا جبل توقات هذا التزغادر هي هذه للناس اللي ما عمرو شافوا الفيديو رجعوا شوفوا الفيديو انا ما حيت المونتاج ما يبقى هكا لا والو هو جاب تزغادر والله جاب وراه فات البير هو الفيديو اللي طلع عليه المشاهده بزاف حسن هو المشاهده بزاف الناس طلبوا مني ان شاء الله نصور الفيديوهات في الدواوات ان شاء الله باذن الله ايوا هي هذه غرساي هذه الجرده ها المدرسه راه كلشي فيها هذه الاعداديه هذه الثانويه ايوا الجامع راه فين هي قبل الكيك هذه الجامع هذه الجامع يلاه اجي نصيبو دوايتنا ما تشوف اخوتي عندي الدوايه مشي مشى شتي دابا هذا السرجم هو دخل هنا الضو هانتوما تشوف الضو هنا داخل دق لي ما سنى شويه وهنا ديال الكوزينه هانتوما تشوف اجا سامي واجا هنا الكوزينه هانتوما تشوفو حتى هي مشى مشى الكوزينه خلاص ما يكون عندي مشمشة ني تكون هكا دابا الضو فيها النهار كامل هانتوما تشوفو دابا نحاول نغطيها واخا الشمس نحاول نغطيها هي كان ما تزقليش لتحت كخليتها ولكن ضروري ما يفزك ربي نغطيها ان شاء الله يلا اجا سامي صافا نحاول نطوقو سامي سامي اسامي انا تحت خليك انا تحت عيط خليك
زعما ما كاينش هو. الله يقرب لك الكاميرا حيدها وما يقرب لك الكاميرا. اجد وزير في حياته تصور رجل سيف سيف تعرفوا بحال فينا ودوبلي هكا تصورني ما نصوروش ما تشدكش ما تشدكش صافي نحاول اجي هنا الله ما نصورك نحاول هاد البليصه هذه هذه خصني نغطيها سامي ما دار نصبرش في الوسط اجينا في الجيم او الجره او الجره جيت نعلي حلي باش سامي جو عندك هاي الحين نتمنى واش كيصحو اصحو كيفاش نمشي نمشي علو دير هكا هرب انا ماشي صحو ديرها هكا لا شوف ما تزعطل عليها صاحبي رطي بيدي الله صاحبي طلع طلع اسامي الله حط فيها تما يا نورا ها ها هكا سالي صح عندي وحط هكا حطت ما تير لي في الجنب 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 هكا وتكع لي نسير برافو حسن جدا سير سير وحاول تشوف فين ها هي بقى شايبه ها حاول سير راها هي 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 ما تطنش في الوسط باين احسن ها هكا هذا صافي تلق هذه صافي برافو انا ما نعطيكش حاجه على الخطه تما حط فيك يا رجلك تلق هذي تلق هذي تلق هذي 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 اللي مطويه هكا وشو باش ما توسخش يا شيخ سلبى تقول لك انت انت زاطه في الوسط وعلى زاطه هايفه سير هذا لا 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 هذا في الوسط سامي في الوسط ها تما وماشي تما بزاف رجع زيد شويه زيد زيد جر عندك قلبه 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 صح غير ضحك لي قلبه قلبه هكا هكا صاف ماشي هكا باش هكا جر شويه هكا يلا صافي سير رمنا سير حيد حيد مش مجرد كلام جاد صاحبي قطع حط زور منا زور زور دغيا سامي حرارة شو شو الباس والله لا ما عندي سامي سامي من التايب سير 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 صور من الباس سير سير سامي احنا الوحيد في حياتي لازم دورك دورك تلقى ما جيتو شويه هو لا جور هو جيتو جور اسامي جور وي الله اسامي جور هكا شويه عندها هكا باش يجي جور اسامي عندها والله استغفر الله جور عندك انت صافي الحي انا ما نشارك معكم الضوايش تي بعد ما شطمناها شو اخوتي شي شوش اللي طاح انا بلعاني ما بغيتش نسيق لا حتى حاجه قلت نسالي وعاد يسال انتما تشوفوا اخوتي عندي الضوايه كبيره باش نقول لكم عندي الضوايه كبيره قول بيت ها انتما قول بيت مضاويه دابا نحيد ها شو هذه البلاصه ديال سامي ديال الباسكت هرسا بقيت علقوا فيها ها انتما خوتي شتو الضوايا قداش هي عندي ها انتما الضوايا عندي كبيره بزاف ها دابا انا دابا انتما تشوفوا الشمس مازال ما وصلتش وصل هنا الشمس ادخل لي الكوزينه تما اللي شاركت معكم الناس اللي عارفين وهنا ادخل لي هنا لبيت الناس وهنا عندي بيت الدراري ها انتما تشوفوا هانتوما تشوفو قلت قداش هي خوتي الصالون الله يلا صالون تا هو هذاك لاكور شتي ومسايبالو هنا هذا الزلج ديالو هنا و
هنا صراحه الصباغه عاديه. المهم ها تبغى تشوف عندي ماكينه الصابون هنا باش انا نغطي. عندي ماكينه الصابون دابا ملي بنيت الفوقي طلع الله ضروري خصني نسالب لهم التغطيه ديال من هنا وهنا وهنا ونخلي الضوايا كما هي. هانتوما تشوفوا بالنسبه للضوايا هذا هو الحد ديالها. هانتوما تشوفوا هنا هذه هي الضاله خصها تما تكون الضوايا، ولكن حنا زيد عليناها. هانتوما تشوفوا شتي كبيره بزاف. وهذا هو السرجم ديال الكوزينه، وهذا السرجم اللي يطلع هو اللي جا مع الباب، وراه ديك السرجم هذا هو بيد الدراري ان شاء الله باذن الله. ها انتما تشوفوا يلا دابا ان شاء الله مشينا. ها انتما تشوفوا شي بعدا نغسلوا ديك الشيء وها انتما معنا والساعه نسيبوها وانتما معنا. المهم دقه بدقه وانتما تشوفوا بعد ما غطيناه انتما تشوفوا اخوتي يبقى هذا الجزء هكا. المهم تغطى من جهه هكا البيت الناس وبيت والكوزينه. المهم الاساسي حتى الشتا ماشي مهم واش اللي كاين اخوتي. انتما تشوفوا ابقى الجزء هذا راه كبير دخلته هو الضو واش اللي كاين اخوتي. المهم هالنهار روتين يكون خفيف ظرف عليكم. دابا ان شاء الله عاود الحراره نهودوا الدار غنسيقو عاوتاني ضروري ديك الرمله وهادشي ضروري. وصافي اخوتي انتما تشوفوا بعد ما سالينا الضوايات كيف جات. المهم باش مطلعش الشتا ان شاء الله بقى لي هاديك البليصه هذا دخل لي الضو وهادشي اللي كاين ان شاء الله. نتمنى الفيديو يعجبكم ولا عجبكم بارطاجيو لنا بين الاهل والاصحاب والاحباب. بكم طالع القناه ان شاء الله انتما تشوفوا الجو مره بان مره الصحر مره فين عاك الشمس دابا تشوفوا تشوفوا. وقبيله طاح الشتا عاوتاني ايوا الحمد لله على كل حال الله يرحمنا ويعطينا قد ننفع هذا ما كان. يلا اخوتي مع الفيديو المقبل ان شاء الله باذن واحد الاحد. مع السلامه.